إذن مباشرة الآن من معبر حمام، هذا المعبر المحاذي للحدود السورية التركية. الآن في هذه اللحظات يتم إدخال الجهاز الشعاعي لعلاج مرضى السرطان. يعتبر هذا الجهاز جهاز مهم للغاية وفريد من نوعه، وهو أول جهاز يدخل إلى المناطق المحررة لعلاج مرضى السرطان. إذن الآن لمزيد من التفاصيل ينضم إلي الدكتور طراف طراف للحديث أكثر عن هذا الجهاز. دكتور طراف يعطيك العافية، احكي لنا أكثر عن هذا الجهاز. طبعا الجهاز اجى ضمن الاستجابة الصحية اللي اطلقتها منظمة الأمين ضد السرطان، وطبعا تم التنسيق مع الحكومة التركية من اجل ادخال هذا الجهاز. الجهاز بيشتغل على العلاج الإشعاعي للسرطان، سواء السرطانات الأورام الحميدي او الخبيثي راح يتم علاجهم ان شاء الله بشكل مجاني بالكامل في الداخل السوري. ايمت من المتوقع انه يبدا هذا الجهاز العمل بشكل فعلي على الارض؟ من المتوقع خلال 3 أشهر ان شاء الله ينطلق العمل بشكل جدي وفعلي للجهاز، ولكن اذا بدنا ناخذ اقصى حد ممكن بدايه راس السنه الجديده 1/1/2024 يكون الجهاز فعال بشكل كامل لاستقبال اهلنا. طيب هذا الجهاز هل راح يوفر اعباء كبيره عن الاهالي؟ هل راح يستغنوا الاهالي عن الدخول لتركيا في حال راح يتعالجوا عن طريق هذا الجهاز؟ هلا خلينا نحكي انه الجهاز راح يقوم بالتخفيف العبء الاقتصادي والمرضي لكثير من المرضى اللي كان يتم تحويلهم لتركيا. اذا بدنا نحكي بمنطق الارقام 70-80% من المرضى اللي كانوا يضطروا للدخول الى تركيا راح يتم ان شاء الله علاجهم هون. طبعا المركز راح يكون في كادر متدرب متخصص على احدث المعايير للتعاون مع الاشعاعات، وراح يكون في عندنا فريق طبي تقني كمان مدرب باحدث المعايير من اجل متابعه الوضع السريري للمرضى. طبعا هذا الجهاز اول جهاز بيدخل المناطق المحرره. نعم هو أول جهاز إشعاعي لعلاج الأورام يتم إدخاله إلى المناطق المحررة. شكرا دكتور طرف، شكرا. إذن يتم إدخال هذا الجهاز الآن بالتنسيق بين منظمة الأمين وأيضا وزارة الصحة في الحكومة التركية، ومن المتوقع أن يوفر هذا الجهاز أعباء كبيرة عن مرضى السرطان، وخاصة هنا يعني عن موضوع الدخول إلى تركيا. يعني هذا الجهاز حسب ما سمعنا الآن من الدكتور طراف يعني ربما سيغني الكثير من الأهالي عن السفر إلى تركيا أو ما شابه ذلك. إذن من هنا من جنديرس محمد رون أورينت نيوز ريف وحلب الشمالي.